السادة الحضور بالتزامن على مستوى جميع الولايات UNTP وكذلك السيد مدير التكوين والتعليم المهني بالولايات. يأتي هذا اليوم الدراسي اللي تم تنظيمه من طرف قطاع التكوين المهني، وتم استدعائنا أو حضور استدعائنا حضور هذا اليوم الدراسي لإبراز أهمية قطاع التشغيل أو إبراز أهمية التنسيق بين القطاعين، قطاع التشغيل وقطاع التكوين المهني، في من أجل في إطار تلبية احتياجات مختلف المؤسسات الاقتصادية اللي تنشط على مستوى الولاية. بالنسبة لهدف من هذا اليوم الدراسي هو تجلى في إبرام اتفاقيات مع شركات عملاقة متخصصة، في أذكر منها شركة لو أن تي بي أونتربريز ناسيونال دو ترافو ديبوي، وشركة لو أن أس بي، وشركة بتروفاك بالنسبة إلى مؤسسة بوناتي. هذا من أجل توفير أكبر عدد ممكن من متمهنين وفتح تخصصات جديدة تتلائم وتتلائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى إشراك الشركاء الاقتصاديين المتمثلة بالشركات الاقتصادية لمناقشة وإثراء مدونة الشعب.